لو قال قائل: قال أبو داود الطيالسي: لولا هذه العصابة لما قام لكم الدين، يريد بذلك من يكتب الآثار والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سبب حقيقي قطعي: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأيضا لا يستدل بكلام أبي داود الطيالسي لأنه ليس بمشرع. كذلك من يستدل بما يقوله ابن القيم رحمه الله في مدحه للصحابة هو ليس بمشرع، وتنزلا لأنه ممن يحرص على الدليل الشرعي، قوله في مدحهم في تلك الأبيات: ولولا هم ما كان في الأرض مسلمون، ولولا هم كانت يعني الأرض ظلاما بأهلها، قوله هذا صحيح. لما؟ تنزلا لأنه سبب حقيقي قطعي من قبل الشرع، لأن الله عز وجل أثنى على هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم.